فين هي اللغة؟ ها اللي عطاونا فيها 60. عندها جوج؟ عندها جوج. ذكروا نتوما؟ لا نتيوات. بجوج نتيوات؟ اه جوج نتيوات. تبارك الله. عطاونا فيها 60، هذيك عطاونا فيها 40. اللي من لهيه؟ اللي من لهيه. عندها واحد؟ عندها واحد. عندها واحد. نتيوا. شنو دايرة في السن هذه اللي من هنا؟ هذه مطلعة الجمال. 40. الله يجيبك التيسير. الله يسهل عليك. السلام عليكم. سوق الحد اليوم سبعيون، سوق الحد سبعيون حداوات جديدة. اليوم الأحد، اليوم 30 في شهر 6، هذه 47 دقيقة والحرارة 17 درجة. شحال عطاو في هذا؟ مازال مازال هذاك الوسطاني عطاو فيه 85، 4205. شحال دايره في السن؟ جامعة. جامعة عندها خروف وخروفة. خروفة وخروف. عطاو شحال؟ 124. 6200. شحال بغيتي انت؟ 740. بغا 7000 درهم. اه واصلين تبارك الله هادو. العام جاي يوليو فنين هادو. السبع عليهم راه ضارة عليهم. او ضارة؟ ضارة. بارك الله. الله يسهل عليك اخويا، الله يجيبك التيسير. 70000 ريال الواحد. 3500. تبارك الله. هذه خروفه؟ خروفه. شحال؟ 36. 36؟ 1800 خروفه، زوينه باقا سنا الحليب. باقا سنا الحليب. تبارك الله. هادو 70. 70. 3500. كي داير السوق اليوم؟ شويه. كيفاش شويه؟ كي داير السوق اخويا؟ اخويا كاين الثمن. كاين الثمن، كاين الغلا. كاين الغلا. ها؟ كاين الغلا. بحال قبل العيد ولا تقريبا شويه ناقصه، واحد ناقصه على العيد واحد 4000 6000 كاع اللي ناقصه على العيد. 200 درهم اللي ناقصه، ما بحال العيد وصافي يكون. تبارك الله. هادو 3500 درهم. 3500 ولا ني تبارك الله راه تيبقى. ها لا لا مبلبط هادو اصلا. ها اصلا تبارك الله. هادو تديهم للجزاره ولا هادو تربيهم؟ تربيهم تخليهم العام الجاي ان شاء الله. لا المهم تدور شويه عاوتاني غير كي يزيانو تعاود تردهم. الله يسهل عليك، الله يجيبك التيسير. كسيبه قليله اليوم، غادي نشوفوا في الجهه الاخرى. 61000 ريال 3000 اخرى مزيان بالنسبه لشت شي حوايج، شت شي خرفان اخرين راه مزيان. كاين 3050 درهم. 61000 ريال. تبارك سنان الحليب. سنان الحليب. الله يسخر لك شي مناسبه هذه وقيله، والله يسخر لكم اخويا بالصحه والراحه. الصحه والراحه. قول لنا كي داير السوق؟ تما كاين الثمن، كاين الغلا. كاين الغلا. كاين الغلا. بحال العيد. اكثر من العيد. اكثر من العيد. اكثر من العيد. تبارك الله. انتم كتسمعوا السوق غلا من العيد دابا على حساب هذا السيد هذا بيع شري. كل واحد اش تيقول. دخل فيهم 4182000 ريال، عطاو في هذه 40000 درهم. هذا عطاو 56 وهو بغى 64. هذا مازال على الله. بغى 54 وعطوه 51، بغى 2700 عطوه 2550. عطوه 34 في هادو. 36 غادي ناخذ 18 18 900 درهم في الوحده. وشحال بغيتي انت؟ قلنا لهم 37 ما هربنا لهمش. اي باغي هي الف ريال اللي قابطاك. قابطه عطوه 1800 هو بغى 1850. نمشيو للجهه الاخرى من السوق نشوفو كي داير. اسرات تبارك الله تبارك الله. شحال عطاو؟ عطاو 28. هي وبنتها 28. هذيك البنت عندها داسره شويه. داسره اش حتى هي غادا كتسارى كما هياش هنا. ايا جي حدا امك والله داسره. اش دايره في السن هذه؟ نية. نية تبارك الله. عطاوك شحال؟ عطاوني 28. 1400. شحال بغيتي انت؟ تنقول فيها 32. 32 بغى 1600. 1600 زوينه جديه والده جديه وصافي. ايه هي قليله شويه. قليله مسكينه. ايه قليله. قليله. ايوا مصاب بنتها تكون وافيه. ان شاء الله. شات ساره. ان شاء الله. وزيح دم.
كانت تعيط له. تبارك الله. اجي عندي اجي اجي عندي. هذا ما كان عطاو 37 1850. انت بغيتي شحال؟ انا نقول 46 46 غير بالا 2003 ديال 47 ضيعنا 37 37 ضيعنا ضيعه ياك ناقصه. والله يسهل عليك اخويا الله يجيب لك التيسير. خديتهم 176 ثلاثه بهم ثلاثه بهم 176 الف ريال. سنان الحليب خلاص هادو زوينه. هادو شي مناسبه ولا تربيوهم؟ والله يسخر لكم الله يجيب لكم التيسير. 176 الف ريال 8800. تبارك الله الله يسخر لك اخويا. شحال خديتي؟ 72 3600 درهم. هي سنان الحليب هذا هي سنان الحليب. تبارك الله. شي مناسبه واقيلا؟ لا الكسيبه. الكسيبه؟ تبارك الله. اي والله يسهل له. الله يسخر لك اخويا الله يسخر لك. هذه الرحبه الكبيره نتاع الغنم. 105 تبارك الله. لا سنان الحليب سنان الحليب. عطاو 105 ولا باغي فيه 105؟ باغي فيه 105. 100 تبيع؟ 100 تبيع. ولكن تبارك الله. شحال الدو هذاك؟ الدو 100. تو 100 100 و 2 تبارك الله. 5100 تبارك الله. هو الاغلاض عند هاد الناس هاد. ها انتم تجوا تشوفوا الخرفان قدامهم راه ما تيبانوش. أربعة وثمانين شنو داير في السن؟ 40 شوف رباعي مزيان. شحال داير اخويا؟ تبارك الله. والبيع شحال بغيتي؟ 120 عطاو 86 84 عطاو 4200 وباغي 6000. مازال الفرق بزاف ياك مازال البعد مازال البعد. لا اثنين وخمسين 2600 شحال بغيتي انت؟ نقولو 60 البيع ديالي 3000 درهم. الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير. شحال عطاو عمي؟ خويا عطاونا 114 57000 الواحد عطاوه 114. شحال بغيتي انت؟ قلنا لهم 120 يا جاب الله 120 120 6000 درهم بغا 3000 درهم في الواحد عطاو 2850 بارك الله. هادي عطاو فيها 96 67 نعم الكسيبه خويا تديه الكسيبه تربي والله يسخر لك. ابو عبد الله هاي ابو عبد الله يمكن يسويها. تبارك الله. هاو خذ هاو 67 3350 كي داير السوق اليوم؟ الحمد لله مزيان. الثمن كاين شويه الثمن كاين الغلا كاين الغلا كاين الغلا كاين الثمن بحال العيد ولا هذاك الثمن ذاك المستوى الميت تنعجه شاده باقي شاد باقي شاد الغلا. تبارك الله والله يسخر لك اخويا الله يسخر لك. قول لي دابا على حساب دابا انا شفتو بحال مروح انت في نيفو. لا خويا عادي هادشي عادي ماشي شي حاجه. انت باش تيجي وتيشرب تيكون عرقان وتيشرب هو اللي تديرو هذا المشكل هذا. غديرو شويه ديال الرايب يكون على خير ان شاء الله. تعطيه الرايب؟ اه الرايب الرايب ان شاء الله يكون على خير. ولا الرايب؟ لا الرايب شوكه هذاك اللي تيتشرب عند قول شوكه هذا الرايب ديال اللبن. لا شربنا حتى حنا. قول لي احنا ما لقيناش كاينه شي ابره تديرها له دواء دواء كيتسمى الرايب. سوى الرايب اه تيصفي الدا هذا من الطفيليه الداخليه والخارجيه. اه كيصفي. وكيفاش قلتي ليه هو باين يعني مزيان هو؟ الخرقه ديالو مزيان. الخرقه شنو تقول لها؟
الصحه ديالو ني الصحه ديالو مزيانه الحمد لله ما ضعيف ما والو في بالك خرب ناير آه. هذا غير الكسيبه ان شاء الله ان شاء الله والله نسخر امين اخويا التيسير اخويا ما يجيبك التيسير 95 ما عطاوهناش 95 بغيت ما بغاو عطاوها عندهم جوج جوج لا واحد 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 شحال عطا دابا تنبيعو نسيو عليهم نخليهم بالله الله يسهل الله يسهل الله يجيبك التيسير الله يجيبك التيسير تبارك الله كي داير السي احمد نعم اسي مبروك عواشركم بخير اخويا اش عطاو في هذا الخير اسيدي سيدي مولاه 140 7000 درهم تبارك الله والله يسهل عليكم اخويا الله يجيب لكم التيسير يا ربي يسهل عليك كي داير السوق اليوم الله يرحم والديك كي داير السوق اليوم مزيان الغلا كاين الغلا كاين الثمن في النهار واش بحال العيد ولا لا لا حاله كثر عليه كثر من العيد كثر من العيد الخروف شويه الخروف شويه شويه والله يسهل عليكم اخويا ها الله يطول العمر كاين الغلا الله يرحم والديك امين اخويا امين الله يحفظك عطاوه 60 او 3000 درهم اللي عطاه هذا 67 67 3300 وهذاك 3250 وهذا 70 هذاك 3500 النعزة 2850 57000 ريال ما عندهاش ولدها لا دارة 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 والله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير تبارك الله عليك اييه الله يحفظك كي داير السي عزيز بخير هذا الليمون هذا ليمون هذا عصير الليمون عصير الليمون شحال كتبيعوا الكاس 5 دراهم 5 دراهم طبيعي هذا حر طبيعي طبيعي والله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير او 2600 درهم جمله والبيع شحال بغيتو 56 او 2800 هذا الميرينوس هذا ديال واش دخل هذا العام ولا زيد في المغرب ها هذا العام اللي دخل تبارك الله الميرينوس هذا ذكر هذا شحال عطاوك 44 عطاو 2100 وشحال بغيتي انت شحال 55 بغى 2750 باقي الباب باقي الفرق كاين الفرق ها كاين الفرق من 55 ل 44 11000 ريال والله يسهل عليك 29 هذه شحال تذكر ولا انتوا انتوا 29 يوم 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 تبارك الله تبارك الله سوق الخضر بالجملة مطيشة 50 درهم صندوق صندوق فيه 30 كيلو مطيشة الغرب هذه ما مطيشة ديالها قادر داخلة ولا ما داخلها كاينة دا قادر غتكون واصلة 100 درهم 100 غتكون هذيك كي داير السي العربي؟ لاباس سيدي بخير اخويا لاباس خويا وشوف فين اخويا كي داير؟ لاباس سيدي قول لي كي داير السوق دو مطيشة؟ السوق دو مطيشة شوية ما بين وبين كيفاش بدا شوية بدا تيطلع تينتعش اه تينتعش والله يسهل عليكم امين الله يجيبكم التيسير امين سيدي هذه مخلصة فكادير 12% وتعطيوه هنا 12% وديال الوالدية 40 ديال الوالدية ب 20 درهم 20 درهم تبارك الله الوالدية 20 درهم الوالدية 16% الوالدية تنقولوا ديال الغرب وصافي ياك ديال الغرب الغرب الوالدية 20 درهم 30 درهم اه الوالدية جديدة جديدة هذه ديال الأكادير تبارك الله 16% وتعطيو 60 درهم تبارك الله فلفلة 60 فلفلة 3 درهم اه 2 درهم شحال تباعت شحال تباعت 3 درهم 2 درهم ها 2 درهم اللي كاينة كثيرة 2 درهم اللي كاينة باش تباعت 2 درهم الفلفلة ليمون بلاصيان بروميان هذا فن هذا 4 درهم و 90 ريال 90 درهم الصندوق حتى هي فيها 30 اه 30 حتى هي 30 وهذه هذه اخويا 15 هذه 100 15 هذه 100 هذه 100 درهم تفاح هذا ها تفاح تبارك الله الله يحفظك اخويا الله يسهل عليك موجود الخير تبارك الله في مطيش يوسف وليني فنه هذه زوينه ها
سبعة ونص سبعة شبعة. لا سبعة ونص سبعة شبعة. وليني زوين. لا مليح. مليح المليح ديال الغسالة. لا هو كاينة. لا هو. باربع سبعة باربعين درهم. شحال يكون في هذا الصندوق؟ 19 20 40 درهم. هذا سوم جوج درهم الكيلو. واش غنيو علينا هذو في مطب القرعه؟ هي واش متعرفه؟ لا اشتي نيشان اخويا 8 درهم الثمن ديال القرو هذا. الشاديه هذه ضانونه هذه تبارك الله الخير ديال مولانا. شي حاجه فنه كاين العنب كاين جميع الفواكه كاين لافوكا فلفله بطاطا 40 درهم لافوكا الكحله ولكن د الفن هذه غادي خصها تتكال دابا مليح هذا الفن رطبه من داكش تبارك الله. شحال يكون هذا ديال المعلم دريس؟ ديال المعلم دريس تبارك الله. شحال يكون هنايا؟ 10 كيلو. 10 كيلو بزاف عليا 10 كيلو هما في الحقيقه هادي هادي ديال الفن الفن ديال الفن طايبه لا ما مزيانش العصير تكال هكا كاينه ماركه راهي ب 25 درهم هادي 25 هادي 25 درهم مازال ما طيبهاش ما نكملهاش الطياب قاصحه هادي الاخرى رطبه تبارك الله. هاد التفاح هذا 20 درهم 20 بحال 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 بحال. كي داير السي الحسن؟ بخير بخير. ولا السي محمد؟ ولا اخويا العنب شحال داير؟ العنب 10 دراهم 10 ديال الدراهم العنب هذا هو العنب 10 دراهم. منين جا؟ منين جاي هذا؟ هذا من الصخيرات هاد الدراغون شحال داير الدراغون؟ الدراغون 60 درهم بوعويد 25 الاناناس 17 18 بالكيلو والمونغ ها 60 درهم هذه كرتونه كامله 60 درهم فيها 40 4 كيلو هذه المونغ ني هاد لافوكا اللي عجبتني هادي خت هاديك هاد لافوكا خت هادي هادي عجبتني الساعة 10 كيلو بزاف الله يجيب لكم التيسير اخويا الله يسهل عليكم مبروك عواشركم مليح تبارك الله شحال دايره ها شحال 3 دراهم ونص منين جايه؟ كندا جايه من كندا تكوالا تبارك الله تكوالا ايرلندا فن الله يسهل عليكم امين شحال؟ 90 درهم 90 درهم الصندوق هذه منين جايه هذه؟ هذه الغرب سيدي سليمان تبارك الله والله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير تبارك الله شحال داير العنب اليوم اخويا؟ العنب 10 درهم باش بان 10 درهم منين جاي هذا الخير؟ مراكش هذا مراكش كول كول اولاد عمي الله يعطيك الخير زوين مراكش منين لودايا منين؟ لودايا ياك ماشي شاوة لا لودايا مراكش لودايا 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 الله يسهل عليكم الله يجيب لكم التيسو كي داير اسي محمد؟ الله يحفظك كي داير النهار اليوم كي داير الخضر؟ مزيان كل شيء مزيان الحمد لله تبارك الله كدير صاحب عبد الرحيم اخويا بخير شحال داير السويله اليوم؟ السويله اخويا هذه مراكش بعدها 6 درهم 6 درهم تبارك الله طايبة تبارك الله فن اخويا الفن الله يسهل عليكم الله يجيب لكم التيسير هذا هو اللي تيغلى علينا كدير السيوس؟ لاباس طيب بخير اخويا الحمد لله الله يبارك منين جاي هذا الخير هذا؟ هذا سيدي جاي من طوجطه هذا الخير هي ديالنا هنا ديال البلاد ديال البلاد تبارك الله طوجطه تبارك الله شحال دايره هذه؟ هذه دايره اليوم 3 دراهم 3 دراهم 60 ريال 60 ريال يسقطوها باربعه خمسه صافي لا بزاف خمسه 4 دراهم 4 دراهم والكسور وداك الشيء ما فيهاش هي الكسور بزاف ضروري تدخل عندهم واحد 10 ديال الكسور 10 ديال تيديو تبارك الله هذه تراب هذه مهرسه ايوا على الاقل يبيعوها باربعه ونص واقيله
ما السلعه داخله موجوده ما موجوده اه موجود يديروا لها 4 درهم 4 درهم باش يبيعوها انا غادي نصورهم خلاص غنشوف التقسيط والله يجيب لك التيسير الله يسهل عليك اخويا الله يحفظك حيزو موجود خلاص والثمن رخيص الثمن رخيص بطاطا موجوده بطاطا رخيصه نشوفوا البصله كي دايرين اش دايره البصله اليوم هادي تبارك الله جوج دراهم ونص البصله هادي الحمراء هادي هي السوبر هادي راه السوق تبارك الله تبارك الله موجود الخير تبارك الله واليوم رخيصه اليوم اليوم رخيصه 50 ريال البصله 50 ريال والله يسهل عليكم الله يجيبك التيسير امين امين حاجه ولا بلاصه بحال انا غادي في طريق البوليس اين معروف اين معروف هذه البصله داين معروف هاي تبارك الله فيها شي حاجه رقيقه 36 ريال هذه درهم و80 36 ريال باش باعتوها باعوها ب 36 ريال هذه ها هي حمراء زوينه نتاع عين معروفه هي حاجب ما بين الحجبه وكوري تبارك الله الحامض هي شريتوه الحامض شحال داير الحامض حطوا واحد المره قبل عليك هي حطوا شي حاجه تبارك الله 25 درهم هذه الخمشه ب 25 درهم الخل الحمد لله خنشا فيها شحال قلتي لي فيها 30 30 حتى ل 33 كيلو 25 درهم دابا البصله بحال هكا ما كملش درهم الكيلو هادي منين جايه بودرباله هادي ديال بودربال دابا الفلاح واك الله صافي هاد الشيء هادي راه البصله راه فيها الحمراء وفيها البيضاء زوينه زعما ماشي الفلاح واك الله صافي هاد العام خصوصا البصله ما طيشها شي وحدين كلاوها فيها حتى هي ولكن البصله ما عاد الا بدات تصدير هذه الهوندا ديال السي زهير هذه ها هو النمره اللي بغاها راه تيكون في وزين السيما اللي بغا يعيط له ها النمره اخرى عنده سوق الخضر بالجمله غادي ندوزو للتقسيط كي داير اخويا عادل بخير خديتو الحامض اليوم الحامض اليوم خدينا ب 84 ريال 84 هذا 84 مجموع 4 دراهم و20 اه 20 كاين شويه كاين حتى 5 دراهم بان لي هذا راه هو اصلا 100 اخر ثمن اه باش يبيعوا 5 دراهم تعامل معنا ب 84 اه ب 84 وهو تيدير 5 شحال غتسقطوا نتوما دابا تسقط 7 6 دراهم 6 7 على حسب تبارك الله الصير ديالو والله يسهل عليكم اخويا اللهم امين الحسن متناز مرحبا كي داير السي محمد بخير اخويا صحه الحمد لله كلشي مزيان العزري هذا تبارك الله والله يسخر لك اخويا بارك الله فيك والله يحفظك كي داير السوق اليوم شتي الحمد لله بارك الله فيك اخويا الله قلت لك انا قلت لك راه خصنا نتلاقاو مرحبا 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 الله يحفظك اخويا كي داير السوق عندك هادي ديال برا الفلوك اه الفلوك تبارك الله هادي اللي هادي هادي الماكله ممتازه الماكله ديالها زوينه الماكله ديالها زوينه شحال بعتوها؟ 34 36 تبارك الله منين جايبينها؟ من الحج منين البلاصه؟ منين من النواحي؟ قول لي بالضبط فين؟ انا راه كنعرف المنطقه مناطق كنعرف كل شيء ها؟ اين غبال تبارك الله بولحمص فوق بولحمص تبارك الله الله يجيبكم التيسير امين كاين هنا السوق ديال الحبوب ولكن هادو ديال الحبوب ما تيبغيوش يتصوروا بزاف قليل اللي تيبغي يتصور فيهم 140 اخويا حمص داعو ب 17 درهم 340 هادي منين جاي هذا منين جاي منين الجرف الجرف الملحة منين تاع الجرف هذا زوين تنقى شحال باش باعو؟ تنقى 15 درهم 15 خدامه شريت زوينه الصراحه وانت 90 كيلو ما عرفتش نعم زوينه غير كاين فيها اللي مازال شويه ناقصين هذاك راه بحال كاين المكسيكي بحال هذا راه قال لك 17 ونص هذه فهمتي؟ هذه راه 17 ونص اللي قال هذه
غير المهم فيها هادي ما صارت خضراء هادي انا في اللحى ما عندي تبارك الله الله يسهل عليكم الله يجيبكم التيسير ما بين 5 دراهم ما بين 4 ونص حتى ل 5 دراهم هذا قمح جديد هذا هذا العام ها هذا الحايل هذا اللي باين حاله قديم قديم جديد 5 دراهم هذا عطينه 100 ريال وبغى 110 درهم هذه كلها درهم رباطيه تمسنا وهذه هذه حتى هي هذه ديال 18 ريال انا عاد غنحطو دابا هذا 90 سنتيم هي 90 90 90 90 فرانك 90 سنتيم هذا درهم كله درهم بارك الله والله يجيبكم التيسير كي داير سي مصطفى الحمد لله مبروك عواشركم اخويا مبروك عيدكم سيكون الكسور بحال هكا بزاف كاع اللي كيتهرس دابا هاد الغليظه هادي ماشي كلها الغليظه اللي كتهرس الغليظه تيكون فيها الكسور بارك الله البيض راه في المتناول كنجيبو حاجه زوينه هادي دابا ديال ديال البارح مبيض البارح هذا هذا البيض البارح ديال البارح يعني باقي جديد ديال جديد جديد الله يسهل عليك شكرا الله يجيبك التيسير امين امين بخيرات الحمد لله بلادنا الحمد لله الحمد لله خيرات الحمد لله هذا السوق ديال الدجاج هذا سيتي بها هاد الشطيطيبات ها هما تيساوهم هاد الشطابات البلديين تقيق لها هاد الشطابه هادي 7 دراهم ونص 150 ريال هذيك القطه ديال البصله شحال 20 20 درهم 20 درهم شحال يكون فيها هادي 7 كيلو حتى 8 كيلو ها حتى 10 كيلو 20 درهم واخر ثمن 20 درهم اخر ثمن بارك الله كي داير السي سعيد بخير قول لنا الحمص بشحال كتبيع هذا 20 درهم 20 هذا 20 بحال بحال تبارك الله والعدس 18 بحال بحال بلدي هذا بلدي والثمن بحال بحال لوبيا 20 تبارك الله والبيصاره 17 درهم الجلبانه والحمص بحال والفول 14 تبارك الله الله يسهل عليكم الله يجيبكم التيسير داير السوق الدجاج مرحبا كاين شي غلا كاين شي رخا كلشي موجود الحمد لله تبارك الله هاد الكوه هاد الكبار شحال داير سلاله هادو سلاله شحال داير هادو 2600 الواحد 130 تبارك الله وهادو د الماكله هادو 35 35 هادو في يومي في يومي 35 درهم 35 وهاد الكروازي هادو كروازي 90 درهم 90 درهم تبارك الله وهاد البويض هادو هذاك سيدي 90 درهم تاعو 90 البيض شحال داير اليوم البيض شحال داير البيض 36 36 ريال 20 درهم هادو هي دجاجات هادو ولا فيهم مخلطين مخلطين كره ونتاوي هذا ديال 36 درهم و80 فرانك درهم و80 فرانك تبارك الله هادو حتى هما 90 درهم 90 درهم عطينا النميرة قول لنا زيد 058 58 04 04 77 67 بيع وشرى يبغى شي حاجة عيط لهذا السيد راه تيبيع ويشري بالمعقول هذا راه رجل فيومي هادو بغى فيهم 50 درهم زيد تكرات هذا فلالس ديال بيبي هاد الفريخات 12% بارك الله وهذا الكبير هذا انت ولادك راه مازال 50 درهم واخا واخا بارك الله خديت هذا ب 60 درهم ها هو شحال نعطي لهذاك اللي تيقادو على 5 درهم الاول 5 درهم خديته ب 60 درهم وغايقادو لي ب خو هذا بحال هذا نيت هذا هذاك كبير عليه تبارك الله الله يسهل عليك اخويا يطيح ب 65 درهم دابا تبارك الله ناضي مقاد تبارك الله كل شيء موجود ها النمره ديال علال ها هي اللي بغاه يعيط له تبارك الله شحال داير بيبي نتوما 130
والذكورة من 20 ل 25 ما بين 200 و 250 درهم. الجوجة 250 300 درهم الجوجة. آه. 14 درهم الفلوس 208. اش كاين 18 19 20 22 حتى 22 تبارك الله. الله يجيب التيسير. الله يجيب التيسير. شحال داير كاوكاو سي عبد العزيز؟ كاوكاو سي 860 درهم. 43 درهم 43 والحمص مقلي 30 درهم 30. الله يجيب لك التيسير. الله يسهل عليك او تيكون في الدخله نتاع موالين الدجاج هذا الاخ هذا. كاين البشكليطات اللي بغى البشكليطات راه كاينين هنا في السوق ديال سبع عيون واد جديده هذيك راه يقطعها له ب 800 درهم 80 فرنك. كاين هذا الشيء نتاع الفراش راه كاين المرويات بيوت النعاس ماشي موجود. جوج دراهم نشوف الربيطه قداش تبارك الله. منين جاي؟ جاي من عين الشقف. من عين الشقف هذا اخي زوين هذا تحيد هي البارح هذا وي البارح اه زوين باقي فن هذا. الله يسخر الله يجيب التيسير. هذا القمح الفرس شحال فيها من كيلو هذه؟ 25. شحال تدير؟ 90 درهم 25 كيلو نتاع الفرس. مطيشه ب 50 ريال بالتقسيط. احسن الله ثوما زوينه اليوم بالفن 60 درهم باش دايره الكيلو ولكن بالفن هادي ثوما ديال اكوري غير ديال البلاد غير هنا ماشي هي هنا هي هنا ديال البلاد سبع عيون. شحال داير لاريكو؟ لاريكو 7 درهم. 7 درهم هبطات شويه هبطات شويه. والقريعه؟ 4 درهم. 4 درهم فلفله؟ 4 درهم ديال البلاد 4 درهم هي ديال هنا تبارك تبارك الله. هادي هي ديالك هادي شو قريعه شو تبارك الله. خمسة دراهم هذا كنت خديت منه ديك السيمانه. وهاد الكبال هكا بالحبه جوج دراهم من الحبه هاد الدرا كبال. والفقوس توا ديالك شحال شحال كتبع؟ 6 دراهم الكيلو. والسلاوي السلاوي 7 دراهم. 7 دراهم ديالك اللي هي تبارك الله. هذا الشيء ديالك انت هنا ديال البلاد ديالك. الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير. 7 درهم تفاح تبارك الله. وهاد هذا خوخ هذا خوخ شحال؟ هذاك 10 درهم 10. والعصير؟ عصير 120. مع عصير 6 درهم 4 درهم. ها هي اللي شفناها بالجمله ب 3 درهم تيسقطوها ب 4 درهم يعني تيديو درهم درهم فيه الكسور. ما الترونسبور يعني قليل الترونسبور هنايا ماشي شي حاجه كثيره. مطيشه 3 دراهم مازال مطيشه يعني الثمن ديالها مزيان. مطيشه 3 دراهم. خيزو 4 دراهم. 4 4 4 دراهم. النجال والفلفله كلشي 4 دراهم. الخيار 5 دراهم. 5 دراهم تبارك الله. 70 ريال 3 دراهم تبارك الله. كي داير السي راشد؟ بخير اخويا صحة. اش دايره الخضرة اليوم؟ رخيصة. شحال دايره مطيشة؟ 70 3 ونص. وهاد خيزو 4 دراهم. الخيار 5 دراهم. والدنجال 3 دراهم. والفلفلة 3 دراهم. 3 دراهم تبارك الله. الله يسهل عليك الله يجيبك التيسير. المطيشة 3 دراهم. لا ريكو هبطات شويه في الثمن. هذه 6 دراهم. السويله؟ السويله هي 6 دراهم. 6 دراهم. اخويا 3 دراهم مطيشه. مطيشه 3 تبارك الله. زوينه الخير موجود تبارك الله. تبارك الله. شنو هي الخيار اليوم؟ 6 دراهم. والدنجال؟ 4 دراهم. هو الفلفله؟ 4 دراهم. 4 4 والقريعه؟ 5
خمسة كي داير؟ بخير؟ اش دايره مطيشة؟ 3 درهم 3 درهم كي داير بخير؟ صحة ما صيفطينا اسبانيا ما كاينش العالم الله يسهل عليك نعم الولد صيفط ليا ملي قال لي با واش راك كتشري القرعه الله يسهل الله يجيب التيسير نخيا درهم ونص كاين التمور كاين لادنت لادنت بالحق الهبره 70 درهم ولا بالعظم 30 درهم دير ساعت ما اللهم لك الحمد اش داير اخويا العالم دزيتو أثمينة باقا هي هي أثمينة ما دار بلاصة شحال نفس الأثمينة الكحل واصل 25 هذا 25 وهادو اللي بالعظم 22 درهم 22 اللي بالعظم 28 اللي بالعظم داير 28 27 27 28 الله يسهل عليك أمين الله يجيبك التيسير قطنية لوبيا 400 20 درهم هذا 360 18 360 18 400 20 درهم جلبانات 280 14 درهم 14 درهم الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير امين داك الشيء زوين داك الشيء نقي تبارك الله الحمد مصير حتى شحال داير؟ الحمد مصير 12 درهم 12 درهم 12 درهم التمور موجود في هذا السوق كي داير؟ بخير؟ صحة؟ كي داير؟ بخير؟ صحة لا بخير؟ كي داير أنت؟ مزيان؟ بخير؟ الله يسهل عليك، الله يجيبك التيسير. الله يعطيك الخير. البال. زايد الثمن والمهم راه كاين مكناس بعدا ما كاين شتي مكناس ماشيه مطرقي تبارك الله شحال داير السر ديال اليوم 160 18 الله يجيب التيسير الله يسهل 10 درهم كابايلا 10 20 درهم 20 20 غلي الرقيق 15 الرقيق 15 الله يسهل عليكم الله يجيب لك التيسير اسي اسماعيل هذا البوري شحال الحبه البوري 500 درهم بالحبه ولا بالكيلو؟ بالكيلو دير 340 يلاه شريت 360 لا ما نبيعش 17 قلب على راسك حسبتي له ب 17 دابا 17 درهم 17 درهم 340 باش باع ولكن زوين مليح مليح شنو هذا الفيف العقرب شحال؟ ها 35 درهم 35 هذا؟ هذا الشرغو الحداد كيقولوا الحداد والشرغو 40 درهم 40 درهم الروبيو 40 درهم الروبيو 40 شرا الرقيق 15 درهم 15 سردين 360 لويزي 40 درهم 40 درهم والله يجيب لك التيسير اخويا الله يسهل عليك اسماك المهدي قناه ديال اسماك المهدي ابوناو عند الاخ عاونوه الله يسهل الله يجيب التيسير كي داير سي حسام بخير اش داير الحوت اليوم مزيان الحمد لله كاين ثمن زوين كاين ثمن تبارك الله شحال داير السردين 18 تبارك الله وهذا الشرم الشرم 20 درهم الله يجيب لك التيسير الله يسهل عليك امين يا رب العالمين لا دانت هادو تيديروا الحيمه زوينه دايرين الجيكو خويته ديال الفن تيديروا الرجله 120 درهم للكيلو داكشي زويون الله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير ها الجيكو الدجاج الرومي اليوم الابيض في 7 عيون داير 18 درهم ولكن سلعه مليحه تبارك الله داكشي زوين